ما من مسلم يعود مسلما غدوة غدوة يعني صباحا ما من مسلم يعود مسلما غدوة تروح له في المستشفى، مريض تمر عليه في البيت ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك سبعون ألف أربع أصفار سبعون ألف ملك، سبعون ألف ملك حتى يمسي يعني من الصباح إلى المساء إذا كان المساء يبدأ العصر يعني الساعة أربعة وأنت رحت له الساعة ثمانية الصباح من الساعة ثمانية للساعة أربعة ثمان ساعات الملائكة شغالة صلاة عليك وإن عاده عشية الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنه، الخريف خرافه الجنه مجتنى الثمار الثمار اذا اجتنيت هذا خريف في الجنه عندك محصول محصول رواه ابو داود الترمذي وابن ماجه هذه بعض الاعمال بعض الاعمال مو كل الاعمال بعض الاعمال التي تصلي الملائكه على اصحابها بعدين شوف ملك هذا يعني مجاب الدعوه ما عصى الله الذين يدعون لك ما هو عصاه ومقصرون الذين يدعون لك لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يمكن بعضكم يقول ممكن تعيد لنا هذه الاشياء التي ذكرتها حتى نثبتها ونجتهد فيها خذ معي مره ثانيه واحد انتظار صلاه الجماعه والجلوس بعد الصلاه في المسجد وأعظم منه انتظار الصلاة بعد الصلاة. اثنين الصف الأول ثلاثة طلب العلم أي وسيلة عن طريق قناة موقع كتاب حلقة ذكر حلقة علم تروح للعالم أي وسيلة أربعة تعليم الناس الخير خمسة السحور ستة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عيادة المريض هذه سبعة أعمال سبعة يا جماعة من يعدها لنا من يعدها لنا سبعة عيادة المريض ما أكثر المرضى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السحور تعليم الناس الخير طلب العلم صف الأول انتظار الصلاة سبعة يا الله وفقنا لما يرضيك يا الله وفقنا لما تحب